السلام عليكم. نكمل المحاضرة الثالثة اللي هي Solution of Systems of Non-Linear Equations. بعد ما خلصنا هذا الهومورك نشوف الهومورك الثاني اللي هو أهم هومورك. شو يقول؟ يقول Solve the following systems of non-linear equations. إذا أنا عندي نظام متكون من معادلات غير خطية باستخدام نيوتن وراپسون ميثود. خلينا نشوف المطلب الأول. المطلب الأول أنا عندي دالتين، اثنين دوال F و G. كل واحدة من ذن الدوال تعتمد على أكثر من متغير، تعتمد على أكثر من متغير X و Y. يعني ال F of X Y يساوي 3 X square ناقص 2 Y square ناقص 1. أكيد هي non-linear لأن درجة الأس 2 وأكثر، وتعتمد على متغيرات 2، ومنطيني قيم ابتدائية اللي هي x not y not 2.5 ب3. الخطوة ببساطة شو راح تكون؟ أول شيء أشتق كل دالة اشتقاق جزئي لكل متغير من متغيراته. احتمال مو ممكن يعني تكون، مو إلا تكون يعني متغيرات 2، احتمال 3 متغيرات 4 متغيرات. كل متغير أشتق جزئي، يعني partial ال f على partial ال x. إذا أشتق الدالة الأولى 3 x square ناقص 2 y square ناقص 1، إذا أشتق جزئي شو راح تصير؟ 6 x. وأشتق جزئي لل f بالنسبة لل y لأن يعني عندي متغيرات 2، وكذلك بالنسبة لل g دالة ثانية، كذلك بالنسبة يعني g لل x وال y. فبيجي حالة صار عندي كأنه أربع دوال، أكون بعدها مشتقة، العفو أكون بعدها مصفوفة الجي اللي هي هاي. مصفوفة الجي من إيش متكونة؟ اللي هو الجاكوبيان، يعني من partial الدالة الأولى بالنسبة للمتغير الأول، بعدين partial الدالة الأولى بالنسبة للمتغير الثاني. يعني كل دالة تكون على سطر، تكون بصف، وكل متغيرات مالته، المتغير الأول الثاني والثالث، بعدين الدالة الثانية تكون بسطر الثاني، الدالة الثالثة بسطر الثالث، وهكذا، وكل المتغيرات المشتقة. فبيجي على دالة، يعني مصفوفة الجي عبارة عن مصفوفة 2 في 2، ولكن هي مو مصفوفة أرقام، مصفوفة دوال. زين، هاي المصفوفة لازم أكونها بالبداية لأنه راح تكون وياي بكل خطوات الحل، دائما أحتاجه. المبدأ كلش بسيط، ناخذ القيم الابتدائية اللي هو منطيني 2.5 و3. أول خطوة أعوضها بهذا الفكتر، هذا الفكتر اللي هو سالب F نوت، باعتبارها هاي الخطوة الأولى فانطاها الرمز الصفر، انه الدالة اللي منطيني اياها ال F هاي اللي بالسؤال، عوض بها القيم الانيشيال لل X وال Y واضربها بسالب، ما انسى السالب، فيطلع الجواب 0.25. وبعدين كذلك بالنسبة للدالة الثانية G، G نوت، يعني التعويض الاول معناته ايضا اضربها بسالب بعد ما عوض قيم الانيشيال لل X وال Y بالدالة، مجرد تعويض، فتطلع القيمة الثانية اللي هي 0.75، بس بعد ما انضربت بسالب اللي هي 0.75. زين، بالإضافة إلى ذلك الخطوة اللي بعدها القيم الانيشيال أعوضها بالمصفوفة الجي اللي هي الجاكوبيان قبل شوي كونتها، اللي اسمها بالخطوة الأولى جي نوت. فبنعوض قيم x و y بالمصفوفة تطلع مصفوفة جديدة اللي هي 15 سالب 12 بـ3 بـ2. هاي الخطوة خلصت. عندنا قانون عام اللي هو شو يقول؟ j نوت يساوي، يعني j نوت في h و k ذني ثوابت كفكتر، يساوي الفكتر مال دالة اللي أنا قبل شوية طلعته، سالب f نوت وسالب g نوت. أنا سالب f نوت وسالب g نوت عندي هذا الفكتر، وكذلك j نوت، إذا شو أحتاج؟ هطلع ال h وال k. فال h وال k ببساطة هيكون j نوت inverse
بالسالب اف نوت وسالب جي نوت، وهذا الشيء طبيعي. الجي نوت اطلع لها الانفرس واضربها بالفكتور مال اف والجي، تطلع القيم هاي الاثنين، هذين القيم خاصة الأولى بالH والثانية خاصة بالكي. هذين القيم اللي طلعت أجمعها ويا الانيشيال، كل واحد الH تخص للX والكي تخص الY، يعني أول واحد يخص المتغير الأول، الثاني يخص مو هكذا، أجمعها ويا الانيشيال. هذين القيم الH والكي طلعت أجمعها ويا الانيشيال اللي هاي بالبداية قال 2.5 وهاي 3 الثانية، تطلع قيمة x1 و y1 الجديدة هاي بالمرحلة الأولى. هاي قيمة x1 وال y1 الجديدة أرجع أعتبرها هي initial من جديد اللي هو هنا، وأرجع أعتبرها اللي هي إذا من طلعت، أرجع أعتبرها initial من جديد، وأرجع أعيد البروسيجر، أطلع هسه شنو f1 و g1 باعتبار الخطوة اللي بعدها، وأيضا أضربها بسالب هتطلع لنا القيم مالته. ال J1 أيضا أعوض القيم الانيشال هذين الجديدة أعوضها بالجاكوبيان، تطلع هاي القيم، بعدين أضربها وأطلع الانفرس مالته، فتطلع H و K جديدة اللي هي ذني، أرجع أجمعها ويا من ويا ال X1 وال Y1 الانيشال الثاني اللي اعتبرته، طلعت X2 Y2 وهكذا أستمر. x2 y2 اعتبرها initial من جديد، وأيضا أعوض بالدالة، بعدين أعوض بال j2 وأطلع ال h وال k لحد ما وين أتوقف، يعني أظل أطلع initial. أشوف طلع ال initial، يعني هاي القيمة جمعها ويا ال x2 وال y2 طلعت x3 y3. لوين اني اتوقف؟ اتوقف من اشوف التغير صار كلش قليل. هذا ايش قد هذا؟ 3 في 10 سالب 6، يعني القيمة ال x2 اللي ايش قد 2.640052، هنا ايش صارت الجديدة ال x3 2.640049، يعني التغير صار بالمرتبة الخامسة. فأني أتوقف من أشوف التغير، يعني أول 4 مراتب بقت ثابتة، خلاص أتوقف. هاي الفكرة اللي أنا أتوقف بيها، يعني ممكن أنا أعيدها مرتين أو كذا، هو تقريبا 3 مرات، 3 مرات أنا أعيد هاي الخطوات وهو يعتبرها كافي، حتى لو ما صار اقتراب للقيمة، بس هو على الأغلب يصير. بس هو حتى لو ما صار بالامتحان هو قال 3 خطوات وتوقف واحد، يعني فهنا هسه كذلك بالنسبة لل Y3 3.1551، هنا همين 3.1551 و2 همين آخر، يعني بالمرتبة السادسة يلا اتغير. فلهنا أتوقف وأعتبر إنه هاي ال X وال Y هي النهائية 2.64 3.115. فهذا هو البروسيجر ثابت ما يقبل أي خطأ. شكرا.